تمام من الكويت. اتفضلي يا شيم. شيم 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 حضرتك، بنستورك يا شيم بسرعة. عندي استفسار. يلا. انا اتطلقت من 4 شهور. الف بركة يا بنت، في عيال الاول؟ في ولد عنده 6 شهور. يلا ارجعي لو في فرصة للرجوع، ركزوا في كلامي كويس. للأسف ما فيش فرصة، وانا وهو مش عايزين نرجع. يحسن. انا دلوقتي مش عايزة اوريه ابنه. بس هتروحي النار على طول مع ابو جهل في حضنه، وهتنزلوا سوا في الدرك الاسفل. كيش دعوه بابنه لا من قريب ولا من بعيد، يشوفه وقت ما يحب، يا هو يا الواد. ما تروحيش النار يا اختي، ده مش هيشفي غليلك يا اختي. اللي كان كان يا اختي، واتجوزتي غلط يا اختي. الواد ملوش ذنب يا اختي، مفيش حاجه اسمها مش عايزه اوريله الواد. احنا ما بنتاجرش بالعيال، ما تروحوش النار مجانا. بقول لحضرتك ايه؟ قولي. أنا عملت 3 قروض من البنك ورا بعض. عملت قروض من البنك؟ كنت بجوز بنتي. ما انت شملول اهو. وبعدها جوز تعب قالوا هيعمل عملية، رحت جايبة برضه كارد. ايه وجبتيه بضمان ايه يا هانم هانم؟ ما انا مدرسة. يا اختي عليها القطة. يا اختي عليها صلى الله على محمد. فعشان انت مدرسة تجيبي قروض يا بنت؟ ما هو المرتب ضعيف. طب ما هيحبسوك يا هانم. وجوزي كان تعبان قعد 9 سنين يخس وغسل الكلى بعد كده. لا اصيله يا بنت اصيله. المهم انك انت هيحبسوكي امتى عشان ازور؟ لا ما انا جبت الكارد التاني، اتجوزت ابني وفاضل لي 2 سنين وخلص كل القروض. طب الحمد لله ربنا يتوب عليك وما تعملهاش تاني. طيب انا بسال حضرتك، من حق القروض ده حرام؟ حرام؟ الا للراجل اللي هيعمل عمليه بدم، لا له اخ ولا عنده حد عنده دم في عيلته، فانت وقفت جنبه مضطره، ده الحاجه الوحيده. وبيرجع لحضرتك الفتوى دي، بيقول انا سمعت الشيخ مبروك عطيه بيقول انه من حقه يخبي على مراته ويخبي على الدنيا بحالها، ويخبي على الدنيا بحالها وهو حر، وهي لما تعرف، وقت ما تعرف عرفت، تقول له غور في داهيه انت وهي، يقول لها لا انت اللي هتغور. المتضرر هو اللي يمشي. الراجل لا سندوتش ولا فريك محب الشريك، الراجل له 4 ماشي، والراجل ملوش ولي ماشي، ولا مراته لها دعوه بجوازته الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. حضرتك اسمعني، ضنايا ضنايا اسمعيني يا اختي. هو اتجوز وغلطان، دي ورقه ثانيه. هو ابن 66، ده ورقه ثانيه. اسمعني، لو انا يا بنت اسكتي، انا لو سمعتك 10 سنين هغير كلامي. لا راجل متجوز تلاق يا بنت اسمعني، مسألت يا بنت، مسألت يا بنت اسمعي يامه، اسمعي عمك واخوك وابوكي واستاذك. الراجل يتجوز يا اختي على مراته لا يقول لها ولا يجيب لها سيره، وجوازه صحيحه 100%. وطبعا والدتي قالت لا ما فيش تقسيم الا لما الصغير يكبر. الكبير يموت بقى بالمره. ماما عملت شريعه غير دين محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، وحكمت المراه وشرعت لنا شرعا جديدا حيث قالت لا تقسيم حتى يكبر الصغير، وكان عليها أن تقول ويموت الكبير ويموت من على المسرح ويموت المشاهدون جميعا. غلط، وأمك واللي زيها غلط، والميراث اتوزع بعد ربع ساعة من الوفاة. طب حضرتك دلوقتي هي منسفة دماغها قوي، والإخوات دلوقتي بعد ما كانوا الإخوات مع بعض إيد واحدة وبيتعاملوا بالحب والمودة، دلوقتي بقى كل واحد زعلان من الثاني. ثمرة مما زرعته أمك، ثمرة من ثمرات زراعة مامي. يا مدام ولا يهمك، أنا فاهم اللي أنت قلتيه، ويمكن أنا أكون الوحيد في العالم اللي هيجاوبك. طب اسمعني بس يا دكتور، الولد ده أنا حاضر عيني، هسمع عيني يا أختي. طب سؤال صغير قد كده تنتوفة، أنا غلطان إني قلت لك إن أنا الوحيد اللي هجاوبك، لأنك ما أنتش عايزة حد يجاوبك. وهتفضلي لتاتة وعجان. يا بنت اسمعي، يا بنت اسمعي، انا هسالك سؤال صغير، اسمعي بس يا بنت، رد عليا يا امل، اللي بتتكلمي مكالمه دوليه. انت مش قصدك تساليني الدعوه اللي انت دعتيها لما اتحققت تعباكي جدا؟ طب امال ايه بقى، هتكملي ايه؟ عملت له عمره، طلعت عملت له عمره حضرتك. تعملي عمره غلط، ولا الكلام ده له اي لازمه، وبدعي له على طول في صلاه. طب اسكت ولا تدعي حتى، انا هقول لك الاجابه، بقول لك انا الوحيد، يروح امك اتفضل وروح جوزك وروح انا كمان. يلا الله يخليك. اسمعي يا اختي، لما نفتح التمهيد ابن عبد البر جيته على طول كده اهو، وبعدين خدت 20 راجي وثلاث عربيات.
ورحت فين؟ ما خلانا جوصة في انتخابات السيسي ورحنا جبنا العزال كله. جدعة. بعدين رحت طلقتيه. ايوه. وبعدين احنا دلوقتي جبنا شهود زور ان احنا بناخدوا العزال، ان احنا ما خدناش العزال وبنطالبوا بالعزال تاني. ايوه. وحرمينه ان احنا ما يشوفش عياله. جدعة. ده فاضل ايه تاني؟ ما معكيش طبلة؟ انت حد مأجرك عليا يا بيت؟ والله يا دكتور ده اللي حصل. لا يعني وبتكيلي لي ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه. وطيب يا دكتور هو نفسه يشوف العيال ولما جه عندنا يشوف العيال ضربناه. ضربتوه؟ لا. طب سؤالك ايه يا زينبو؟ هل ده حرام بقى انا ظلمت البيت؟ حرامين اتنين واربع حرامات وتمانين حراما بالتمييز يا بيت. حرام مين يا بيت؟ حرامين واربعه يا بيت، اشبعي حرامات. حرام عليكي يا اختي.